بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. المحاضرة الثانية في الجزء الخاص بالبريستريز كونكريت بريدجز. بعد المحاضرة الأولى خدنا الأناليسز بتاع الكومبوزيت سيكشنز. المرة دي هنتكلم على موضوع بسيط ومكرر وأنت عندك فكرة عن 90% منه، اللي هو الألتيميت فليكشر كاباسيتي أوف بريستريز بيمز. أنت خدت الألتيميت فليكشر كاباسيتي أوف رينفورسد كونكريت بيمز، ده في تاني محاضرة تقريبا، في تانية مدني قالوا لك عليها. طيب لو الكاميرا دي بريستريز نعرف نجيب لها ام التيميت، ده اللي هنشوفه دلوقتي. طب احنا بنجيب ام التيميت ليه؟ انت بتعمل تشيك على الكاميرا البريستريز ات ترانسفير تبقى سيف تمام، بعد ما يحصل لوسز وتكمل بقيه الاحمال واللايف لود يجي بتعمل تشيك تاني اللي هو ات لايف تايم، ويبقى الاستريسز فوق وتحت في حدود المسموح بيه. لكن ده ما يطمنكش برضو ان الديزاين بتاعك امن وتمام. ليه؟ انت عايز تشوف لو انت وصلت للالتيميت، بمعنى ان الديد لود انضرب في 1.4 واللايف لود انضرب في 1.6، فانت بيجي لك عزوم التيميت، فهل القطاع بتاعك ده يشيل الام التيميت ديت؟ ده اللي عايزين نشوفه. يعني ده تشيك بقى حاجه ثانيه بقى خالص، ان احنا عايزين نشوفه الاديكيوت ستراكشرال كاباسيتي، اللي هي اخر ثلاث كلمات مكتوبين في الباراجراف ده. هل الاستراكشر بتاعنا ده كافي ولا لا في حاله تعرضه للالتيميت لودز. في البريست ريست بيمز زي ما قلت من شويه، انت بتعمل تشيك على الستريسز الترانسفير، ويبقى فوق اقل من 0.22 جذر اف سي يو اي، وتحت ما عدتش ال 48% اف سي يو اي. وبعدين لو حطيت الديد لود ولا حطيت اي احمال برضو لازم فوق وتحت يكون في حدود المسموح بيه. ولو حطيت كل الاحمال اللي حيلتك بقى وحصل اللوسز وبتتعامل دلوقتي مع افكتيف بري ستريسنج فورس فوق ما تعداش المسموح بيه اللي هو 0.4 اف سي يو، وتحت ما يتعداش اللي هي 0.6 جذر اف سي يو اللي هي حدود حد التشرخ اللي عندنا. طب لحد كده لو هو سيف، طيب لو زودنا احمال عن كده، هو مش هيحصل ان احنا نزود احمال في الطبيعه، لكن كتشيك ان احنا بنفترض جدلا ان الديد لود زاد بنسبه 40% 1.4 ديد واللايف لود زاد، فهل القطاع ينهار ولا يظل في كاباستي تقاوم الالتيميت لودز ديت؟ ساعتها بقى شكل الاستريسز على القطاع بيبقى البرابولا بتاع زمان دوت كده، والحديد اللي تحت بقى طبعا اكيد هيوصل لليلد، لان احنا كل تصميماتنا على اساس انه اندر رينفورس سيكشن اكيد، والحديد غالي، فمش بنصمم احنا قطاعات ات التيميت ما توصلش ليل، ده بيبقى اوفر رينفورسد، ده مش موجود اقتصاديا ولا حتى محبذ في الديزاين. لازم كل قطاعاتنا تبقى اندر رينفورس، لان بنستفيد بحاجتين، ان احنا بنوفر في التسليح الغالي، وفي نفس الوقت الاندر رينفورس سيكشن بيحصل ييلد للحديد، فلما يحصل ييلد يحصل ديفليكشن كبير، ويحصل كراكس كبيره، ويحصل وورنينج قبل ما يحصل الكولابس. وده مهم جدا في التصميم، ان بيفور كولابس يبقى عندك اناف وورنينج. طيب هو البري ستريسد بيم لو مسكت سيكشن كده ومشيت حتى مع العلاقه ما بين، مثلا لو دي كاميرا مع العلاقه ما بين الديفليكشن واللود، اي كاميرا ما عليهاش لود يبقى الديفليكشن بيساوي صفر وهي محطوطه. جيت عملت لها بري ستريسنج، عملت تبص تلاقي الكاميرا حصل لها اب وورد ديفليكشن بنسميه كامبر، يعني الكاميرا ما عليهاش لود خارجي، ولكن لما تعملها بري ستريسنج تحصل لها كامبر. الكامبر ده لما بيحصل بيخلي الكاميرا تقوس لفوق، الكاميرا تقوس لفوق يعني يبتدي الاون ويد بتاعها يشتغل معايا، يعني ما فيش كاميرا بري ستريسنج ما تشيلش الاون ويد بتاعها. ليه؟ لو انت بتعمل كاميرا مع صاببها على الارض وجيت تعمل لها بريست ريسنج، تبص تلاقيها حصل ديفليكشن لفوق ونورت من تحت، ثابت البوتوم بتاعها ساب الارض، البوتوم بتاعها ساب الارض، معناه ان الاون ويت دلوقتي بقى محمل على الاطراف، ففي الاون ويت موجود. يعني الكيس اوف بيور بريست ريسنج فقط مش موجود، لازم الاون ويت يكون موجود معايا، عشان كده الخط بدا من صفر وراح للكيس بتاعت الاون ويت بتاع الكاميرا. بعد كده لو انت حملت الكاميرا باي احمال يبتدي يحصل ديفليكشن، نلاحظ اهوت ان الكيرف هيبتدي يدي وشه كده،
يحصل ديفليكشن، تزود لود يزيد ديفليكشن، فالديفليكشن دوت بياكل في الديفليكشن الكامبر اللي كان بالنيجاتيف اللي هو الكامبر اللي كان لحد فوق، لحد ما نوصل للنقطه دي نقطه التعادل، نبص نلاقي الكاميرا بقت خط مستقيم مع ان عليها لود كبير اهو، بس لما تبص لها وهي متحمله تلاقيها البوتوم بتاعها والتوب خط مستقيم ما عليهوش اي ديفليكشن مع انه متحمل. ليه؟ لان الديفليكشن ناتج من البري ستريسنج لفوق، والديفليكشن الناتج من الاحمال لتحت، والاثنين محصلتهم يساوي صفر. طب لو حملت الكاميرا اكتر من كده يبتدي يظهر تنشن تحت وكمبريشن فوق، تحمل اكتر من كده يظهر تنشن تحت اكتر وكمبريشن فوق اكتر، والديفليكشن عمال يزيد معايا، امشي لحد مرحله معينه كده يبتدي يحصل كراك عند النقطه دي. الكراك بيحصل ايه؟ لما تبقى خرسانه تشرخ تحت، بنفقد جزء من الانيرشيا، جزء من القطاع بيبقى مشرخ، وبالتالي الانيرشيا بيحصل له، هو يحصل لها دروب. لما الانيرشيا يحصل لها دروب الديفليكشن يزيد بمعدلات اعلى، لان الانيرشيا في المقام في معادله الديفليكشن، لما الانيرشيا تقل الديفليكشن يزيد، فتلاقي الميل هنا بدا يميل كده، ده بيسموه الكراك ستيفنس، يعني خرسانه فقدت جزء من الانيرشيا بتاعتها، وبالتالي بيحصل لها ديفليكشن بمعدل اعلى غير اللي كانت ماشيه بيه تحت قبل الايه الكراك. طب تجيب ماشية تحمل تحمل لحد نقطة معينة تلاقي الكاميرا اتكسرت. الكاميرا بتتكسر امتى او الخرسانة بتتكسر امتى؟ الخرسانة بتتكسر لما الاسترين في الخرسانة فوق يوصل بونت او او 3، يوصل بونت او 3 تيجي الخرسانة مكسورة، بغض النظر بقى عن الحديد، اكيد الحديد تحت هيكون وصل اليلد وعدى اليلد وبدأ يتمط كتير ويحصل بعد كده الانهيار. انت خدت في تانية مدني الكاميرا دي تفكرك ان كاميرا عليها ultimate load، وبالتالي ultimate load يعني الاسترين 3 من 1000 هنا، ونيوترال اكس على بعد سي اللي هو من فوق خالص لحد النيوترال اكس ده اللي هو سي اللي هو حدود الكومبريشن زون، ده غير النيوترال اكس اللي انت كنت بتتعامل معاه في الترانسفير واللايف تايم اللي هناك، ده نيوترال اكس تاني خالص النيوترال اكس ده هنا. ولو ما وصلت الثلاثة من ألف بالنيوترال اكس ومديت على استقامتها يدي لك الاسترين تحت. الاسترين تحت ده المفروض في الاندر انفورس سيكشن يكون الاسترين اكبر من الاسترين بتاع الحديد، اليلد بتاع الحديد، عدى اليلد بتاع الحديد. عشان كده بنقول ان التنشن فورس تساوي الاريا ستيل اهيت في اف ييلد، انت ضامن ان ده وصل ييلد اكيد، طالما اندر انفورسد يبقى ده وصل لييلد وعد على 51%. طيب احنا عندنا نوعين من الحديد هنا، عندنا بري ستريسنج كيبلز اللي هو يمثلها النقطه ديت، ثلاث اربع كابلات السي جي بتاعهم هو ده مفيش مشكله، او 20 30 وايرز واير او 7 واير ستراند ده برضو يمثل السي لو هي بري تنشن، يبقى الوايرات كتير وده السي جي بتاعها، لو بوست تنشن يبقى اربع خمس كابلات وده السي جي بتاعها. احنا عندنا نوعين من التسليح، نوع من التسليح المعتاد بتاعنا الحديد بتاعنا محطوط، ودايما مفيش كاميرا بريست ريزم مش هيبقى فيها كانات وفيها حديد شرينكج وفيها حديد تحت وحديد فوق، بس طبعا بقيم مهمله احنا حطينا كده كمينيمم رينفورسمنت للشرينكج، لكن ملهاش دور، لكن لو في كميه ولها دور اقدر اخدها معايا. لكن الحديد الرئيسي عندنا هو البريست ريسنج ستيل اللي هو ده. البريست ريسنج ستيل السي جي بتاعه على بعد دي بي من فوق، دي بي من فوق خالص لحد السنترويد البريست ريسنج فورس، والدي بقى اللي هي من فوق خالص لحد سنترويد الحديد المعتاد بتاعنا هنسميه رينفورسنج ستيل. فوق في سيخين ثلاثه بيمثلوا كومبريشن ستيل او ما فيش، انا اخدهم في الاعتبار ما اخدهمش ما مش مشكله، ده اريا ستيل داش. كنت بتعمل ايه انت بقى في سنه ثانيه؟ بتقول ان ده لو ده نيوترال اكس سي باخد اي بتساوي 8 من 10 سي، ويبقى عليه عندي ستريس بلوك 67 اف سي يو على جاما سي اللي هي 1.5 ستريس بلوك مغطي المسافة A، يبقى المحصلة بتاعته اسم C كونكريت، C كونكريت 67 اف سي يو على جاما كونكريت مضروبة في سمول A مضروبة في عرض الكاميرا اللي هو B اللي هو ده، ده يديني الفورس دي. ال CS ده عبارة عن ايه؟ مساحة الحديد في الايرستيل داش ده مضروب في F يلد، اذا كان وصل F يلد نفترض انه وصل، لو ما وصلش مفيش مشكلة، المسألة دي مشهورة في سنة تانية يعني. مضروبه في اريا في اف فيلد على جاما اس، ده يدينا السي اس. الشد اللي تحت واحد اريا ستيل في فيلد على جاما اس. مشكلتنا بقى والجديد في المحاضره ده لحد دلوقتي هو الترم ده، تي بي اللي هو البري ستريسنج الفورس
ات التيميت في البري ستريسنج كيبلز بتساوي اي بي اس اي بري ستريسنج ستيل اي بي اس اي بري ستريسنج ستيل في اف بي اس ما قالش اف ييلد يعني اف بي اس على 1.15 على جاما اس. مشكلتنا بقى في اف بي اس ايه حكايه اف بي اس ديت؟ هو ده الاختلاف عن سنه تانية مدني. لو عرفنا اف بي اس تتحسب ازاي يبقى المساله ديت بتاعه تاني محاضره في تانية مدني. طب اف بي اس دي تتحسب ازاي؟ لو انت جبت البري ستريسنج ستيل ده ورحت شديته في معمل التيست ورسمت العلاقه ما بين الانفعال والاجهاد تلاقيه بيطلع خط مستقيم لحد مرحلة معينة يبتدي يلف ويطلع بميل لفوق عمال يزيد لفوق يزيد لفوق. دي مشكلة. كان زمان الحديد العادي بتاعنا اللي هو ستيل 240 على 24 على 35 او 240 على 350 والحديد 400 على 600 كنت تبص تلاقيه بنعمله ايدلايزد كيرف ازاي؟ بنمشي كده ستريت ونيجي لحد 400 وناخد خط افقي ماشي كده. يبقى ساعتها بقى لو اي سترين تطلع هو الاف فيلد. لكن دلوقتي انت اي سترين هنا تطلع تلاقي اف بي اس رقم ما تعرفوش ليه اكبر من اف بي يلد واكيد اقل من اف بي التيميت. مين اف بي التيميت ده؟ الاجهاد لحظه المسيخ يتقطع في المعمل. اف بي يلد ده نقطه مش معلومه في الحته اللفه ديت بيحددوها ان هو لو عندك سترين 1% هنا تطلع فوق يقول لك خد ده اف فيلد اللي هو مقابل سترين 1%. ده تعريفه زي ما بس زي الاف فيلد ما متعرف بطرق تانية في الحديد العادي يعني. طيب انت لما بتيجي تشد الحديد هل بتشد الحديد بتشده في المصنع ولا في الموقع؟ بتشد اف بي اي انيشال بري ستريسنج بتبقى سايب لنفسك فاكتور اوف سيفتي كده. بعد ما يحصل لوسز اف بي اي تنزل اف بي اي اللي هي في المكان ده. مشكلتنا بقى مع الكيرف ده لو انت عارف السترين اف ابسلون بي اس دي تطلع وانت عارف معادله الكيرف ده تجيب اف بي اس. زمان ما كانش عندنا مشكله بعد ما تعدي اليلد خلاص اي سترين بعد اليلد هو اف يلد اللي جاد المناظر له اف يلد. هنا بقى دي المشكله يعني. في طريقه اسمها طريقه السترين كومباتيبلتي ميثود ان انت عشان تجيب ابسلون بي اس ديت ده هي تقوم تجيب الاسترين في مرحلة والاسترين في مرحلة تانية والاسترين في مرحلة تالتة. دي حساباتها سهلة وكنا بندرسها وبس احنا طبعا هنختصر الطريقة ديت مش هنقولها السنة دي ولا قلناها السنة اللي فاتت حتى. ان احنا لو حسبنا شوية الاسترين دول حساباتهم سهلين واجمعهم اجيب ابسلون بي اس اروح على الكيرف ده اللي انا عارف المعادلة بتاعته خواصه معروفة اطلع اجيب الاف بي اس. جبت الاف بي اس رجعت للصفحة اللي قبل منها خلصت المسألة خلاص انا عندي في منها شكل توزيع الاجهادات ات التيميت اللي هو انتوا عارفينه بتاع تانية مادي. اف بي اس لها طريقتين تتجاب يا اما بالسترينج كومباتيبلتي ميثود الطريقه الدقيقه اللي احنا مش هنقولها لا اما طريقه بالامبيريكال ايكويشن بالامبيريكال ايكويشن. طب الامبيريكال ايكويشن بتستخدم امتى؟ لما تكون بوندد بري ستريسد. هو في بوندد وان بوندد في الكابلات لو الكابلات دي محطوطه في دكت والدكت ما عملناش فيه حقن اسمنتي الكابلات هتبقى سايبه في الدكت كده ما هياش ملهاش علاقه بالخرسانه. لكن لو عملنا حقن في الدكت الدكت ده بيتملى جراوت والجراوت بيمسك في الكابلات والكابلات تمسك في الدكت والدكت اوريدي ماسك في الخرسانه يبقى دي بوندد الدنيا كلها ماسكه ببعضها. طبعا البريتنشن اللي بتشد في المصنع وبعدين بتصب عليه الخرسانه هو اصلا بوندد لانه الخرسانه بتتصب عليه والميكانيزم بتاع نقل الفورس ما بين الاثنين هو البوند ما بين الخرسانه. اما في البوست تنشن الميكانيزم بتاع نقل القوه هو الاند انكرج اللي بره هو اللي بينقل القوه من الشد في الكابلات الى ضغط في الخرسانه. والبوندد دوت هو تقريبا 99% من استخدامات البريستريت. طب امتى نستخدم المعادله التقريبيه الحلوه ديت؟ لما يكون اف بي اي اكبر من نص اف بي التيميت. اف بي اي شفناها في السلايد اللي فاتت ان هي تبقى جزء من اف بي اي. اف بي اي اللي هو البري ستريسنج فورس انيشال بري ستريسنج فورس جاكينج
وبعدين بعد ما يحصل لوسز تنزل للافكتيف ريستريسنج فورس اف بي اي، لازم تكون اكبر من نص الاف بي التيمت. هو طبيعي الانيشال بريستريسنج او جاكينج بريستريسنج احنا بنشد الكابلات لحد 70% من البي التيمت، 70% من البي التيمت او 85% من اليلد. فلما تشد 70% من الالتيمت في الاول في الجاكينج وبعدين يحصل شويه لوسز فتنزل القوه الى 60% من الالتيمت، ففور شور ان في جميع الاحوال واقتصادياتنا كلها مبنيه اكيد اف بي اي للافكتيف بريستريسنج ستريس اكبر من نص اف بي التيمت. فده شرط متحقق، لو مش متحقق الشرط ده بالمعادله التقريبيه دي ما تنفعش ونستخدم الطريقه الدقيقه. المهم المعادله التقريبيه نفسرها خلاص، لو عرفنا مكوناتها وجبنا اف بي اس خلص المساله، نرجع لنظام تاني مدني نعرف نحسب الام الالتيميت مومنت بتاع القطاع ده ازاي. اف بي اس بتساوي اف بي التيميت، ده اف بي التيميت اعلى قيمه شفناها في الكيرف اللي فات، اعلى قيمه في الكيرف اللي فات اللي هي عند الكسر بتاع الاسياخ اثناء شدها في المعمل في واحد، افتح قوس كبير وخد بالك من الاقواس ديت. المعادلات دي كنا بنجيبها في الامتحان، وبما ان انت هتمتحن في البيت فالمعادلات معاك وكل حاجه معاك يعني. واحد ناقص، افتح بقى قوس كبير وجواه ايتا بي، ايتا بي ده معامل كده بيساوي يا 68% يا نص يا 35%، بيعتمد على ايه ده او ده او ده، هما تلات ارقام يعني الايتا بي ديت واحده من التلات ارقام دول. اذا كانت اليلد علاقتها بالالتيميت، اذا كانت حسب نوع الحديد والشركه المصنعه ساعات يبقى اليلد يبقى في حدود 8 من 10 الالتيميت، وساعات اليلد يبقى 85% من الالتيميت، ساعات حديد جامد شويه يبقى اليلد بتاعه 9 من 10 من الالتيميت. فانت فين في الرينج ده بتاخد الفاكتور ده، فدي سهل تحديدها يعني. ده ايتا بي، افتح قوس ميو بي، ميو بي نسبه، ميو بي نسبه الاريا بريستريسنج على بي اف دي، على بي اف دي على المساحه بتاعتنا بي اف دي، ده ميو بي. اف بي التيميت تاني اللي هي بره دي اف بي التيميت ده تاني 8 من 10 اف سي يو، ده اف سي يو لمقاومه مكعب بعد 28 يوم، فيها 8 من 10 اف سي يو زائد دي عرفناها اللي هو دبس من فوق خالص لحد مستوى حديد التسليح المعتاد، دي بي لا الدبس من فوق خالص لحد سنترويد البريست ريسنج ستيل. اوميجا ناقص اوميجا داش، اوميجا بتساوي ميو في اف فيلد، اف فيلد بتاعت الريفورسنج العادي الريفورسنج بتاعنا على 8 من 10 اف سي يو، امال مين ميو ديت؟ ميو ديت اهي مكتوبه تحت اهي، اريا ستيل بقى اللي احنا حطينا الحديد الريفورسنج المعتاد مش البريست ريسنج تاني، لا الحديد المعتاد بتاعنا التسليح اللي بنحطه على بي في دي. ميو داش نفس الكلام بس بالنسبه للاريا ستيل داش، واوميجا داش هي نفس ديت بس بتتعامل مع الميو داش ديت. اذا معادله بسيطه تطبيق فيها سهل، كل الحاجات اللي فيها معلومه اطبق فيها اجيب الاف بي اس. جبت الاف بي اس خلصت المساله اقدر اجيب ام التيميت. يعني هو المحاضره بتاعت النهارده هي هي الصفحه ديت الجديد فيها بس نفهمه هي جت في القطاعات التي سيكشن. عندنا حالتين، حالة لما يكون الكمبريشن زون كلها محصورة في البلاطة فوق يعني الـ A أقل من تي اس، يبقى العرض اللي بنتعامل معاه هو عرض الفلانجة كلها، ولما يكون المومنت كبير شوية يبقى والحديد كتير شوية فالنيوترال اكس بينزل جوه الويب، وبالتالي يبقى العرض اللي بنتعامل معاه هو العرض بتاع الويب. العرض هيفرق معانا في ايه؟ لو احنا بنحسب الميو بي وبنحسب الميو في السلايد اللي قبل كده، يعني المقصود بالبي في المعادلات اللي قبل كده ان هو عرض الكومبريشن زون، الكومبريشن زون هنا بالعرض كله يبقى ده الكابيتال بي، الكومبريشن زون هنا قاطع في الويب يبقى العرض هنا السمول بي.